أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن إجرة المؤمن إلى عضلة ساقه، مما يدل على أن الزيادة على نصف الساق إلى العضلة مستحبة. السؤال: هل هذا الحديث صحيح؟ وما هو الحكم المستفاد منه على تقدير صحته؟ والله ما أعرف الحديث، ما أدري عنه. نعم.